إذن مشاهدينا، نحن بصدد افتتاح مجمع عدلي منصور للنقل التبادلي، حيث يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن بجولة تفقدية داخل هذا المجمع المقام على مساحة 15 فدان، ويعد هو الأكبر من نوعه ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأيضا إفريقيا. هذا المجمع ما كان ليتحقق ويصبح حقيقة على أرض الواقع لولا تضافر كافة الجهود وتحديدا شركات القطاع الخاص. من بين هذه الشركات شركة بتروجيت، وهي إحدى الأذرع الوطنية القوية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز من استراتيجية الدولة في تطوير السكك الحديدية وأيضا رفع كفاءتها. عن دور شركة بتروجيت يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. أهلا بك باشمهندس. في البداية عاوزين نعرف يعني سابقة أعمالكم أو المشروعات التي ساهمتم فيها لرفع كفاءة السكك الحديدية واستحداث غيرها جديدة. الحقيقة زي ما حضرتك شرفت وقلت أن شركة بتروجيت أحدى شركات قطاع البترول المصري. شرفت الشركة بثقة الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى اللي بتعزز خطة التنمية المستدامة اللي بتتبناها الدولة. الحقيقة الشركة قامت بتنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي للخام لقطاع البترول المصري، وده من المشاريع العملاقة اللي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما حصلت على أفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لسنة 2021. شركة أيضا تمت الانتهاء من تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت في أسيوط، بتشارك الآن في توسعة معمل ميدور لتكرير البترول في الإسكندرية. شركة شاركت قبل كده في مشروع أنفاق الإسماعيلية تحيا مصر، وده برضو تم تسجيله وحصل على أفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لعام 2020. قامت الشركة أيضا بتنفيذ مشروع أنفاق نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس. شاركت الشركة في مشروعات الاستراتيجية زي صوامع تخزين الغلال في مرحلتها الأولى والثانية. بتشارك الشركة الآن في مشروع المرحلة الأولى لخط الرابع لمترو أنفاق من ميدان الرماية للملك الصالح. بتشارك الشركة في العديد من المشروعات زي الشبكة القومية للطرق. ربما من كثرة المشروعات القومية في مجال السكة الحديد تحديدا، يعني هنفتح القوس لكن مش هنقفله. خلينا نتكلم باشمهندس وليد تحديدا عن يعني دور الشركة فيما نحن بصدده اليوم، وهو افتتاح المرحلة الأولى من الخط أو القطار الكهربائي الخفيف الـ LRT. ماذا قامت شركة بتروجيت في هذا المشروع؟ الشركة شاركت من خلال ائتلاف الشركات القومية في تنفيذ المشروع، قامت بتنفيذ محطتي العبور والمستقبل، وده تم تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات المعمارية شاملة الكباري المشاة اللي بتعدي فوق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، كما أيضا شاركت وتم تنفيذ مسارات القطار في من خلال الكوبري الروبيكي 1 بطول 950 متر وكوبري الرويكي 2 بطول 450 متر. لينا هنا وقفة بقى تحديدا، لأن لفت نظري أثناء يعني القراءة عن هذا المشروع فكرة هذه الكباري. نتحدث عن الرويكي 1 950 متر والرويكي 2 450 متر. أهمية هذه الكباري هل نقول وداعا لمشاكل المزلقانات؟ هو الغرض فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو الغرض من الكوبري الرويكي 1 و2 أنه هو بيتفادى كل التقاطعات. كوبري الروبيكي 1 و2 كوبري الروبيكي 1 بيفادي التقاطع مع قطار عين شمس السويس وايضا نزله الدائري الاقليمي. كوبري الروبيكي 2 بيتفادى الطريق الدائري الاقليمي برضو، كده بيمنع اي تقاطع على مسار القطار الكهربائي الخفيف، وكده يبقى ده ضمن خطه الغاء جميع المزلقانات على مستوى الدوله. اهم التحديات سريعا، التحديات اللي احنا قابلناها هنا الحقيقه ان يعني مش عايزين نقول تحديات، لان كل الجهود كانت متضافره لحل اي مشاكل تواجه المشروع. واجهنا طبعا تحديات زي اي مشروع، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليها بتضافر كافه الوزارات والشركات، من انفراستراكشر موجوده قديمه، تقاطع مع الطريق الدائري الاقليمي، ده خلانا ان احنا نبقى نعمل الكباري دي سابقه الصب
بحيث ان احنا مش ممكن ان احنا نوقف الطريق الدائري الاقليمي، وده من ضمن التحديات الكبيرة اللي قابلناها في تنفيذ المشروع. يعني وهذه هي مصر الجمهورية الجديدة التي تذلل كافة العقبات من أجل تعظيم الاستفادة من المشاريع القومية الكبرى، لأن المستفيد الأول والأخير فيها هو المواطن المصري. المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت والعضو المنتدب، شكرا لك. شكرا فندم. شكرا.